السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم اليوم 28/3/2024 الامتحان التجريبي الوزاري الشامل، حيث أدى الامتحان 97 طالبا من مرحلة السادسة كلية طب جامعة ميسان في موقع كلية الطب 110 في قاعة الحاسوب بمشاركة فريق الاي تي دكتور أحمد دكتور يوسف. كان الامتحان هو تجريبي وزاري، الغرض منه انه الطالب يعرف شلون يدخل للامتحان او شلون يدخل المعلومات اللي تخص الامتحان الالكتروني اللي هو راح يصير وزاريا سنويا في نفس الوقت كل الكليات تمتحنه. الحمد لله والشكر الطلاب ادوا الامتحان، كان 20 سؤال، وكان الامتحان هو ما بي اي سكورينج، يعني مجرد تجريبي تعريفي للطالب. نشكر عمادة كلية الطب، نشكر الكادر اللي ساعدنا في اداء الامتحان، وان شاء الله راح تكون امتحانات تجريبيه اخرى حتى الطالب تكون عنده معلومات رصينه وقويه وتسهل عمليه دخول الامتحان. شكرا جزيلا. الاستاذ الدكتور حيدر سعدون قاسم، معاون عميد شؤون العلميه كليه الطب جامعه ميسان.